صوت 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 يا صوت عديته وعدي نفسي. ايوه وهذا اشتكي لما رجعتي ما ضيف، يعني انا برضو اتراجع التعازي منكم لانه الفرد يفضل الجميع، وهو حادث في تقديرنا، حادث اليم، حادث حسيب، حادث دخيل على قيم وتقاليد اهل السودانيين واهل السودان بصفه خاصه. طيب الحادث ده حقيقه هو ما عنده وصف عندنا نحن في الغانو، غير انه هو فعلا حادث ارهابي بماده 5 والماده 6 والماده 5 والماده 6 من قانون الارهاب واحكام قانون الجنايه فيما يتعلق بالشغل الارهابي المنظم. يعني الواحد بيتاسف لانه الانديه يجي فيها الناس عشان تكون محل للترويح، محل التلاغي، محل التسامن، انها تبقى هي واحده من المناطق اللي ممكن يستهدفوها الناس، وده حاجه بطاره وحاجه نحن نرفضها. انا اكد لكم تاكيد قاطع الحادث ده نحن هنشتغل فيه شغل متميز، وعندنا شرطه الحمد لله معروفه عبر التاريخ انها عندها ادواتها وعندها قدراتها انها تصل مش للدوله القبضيه ومعاها الوطن، تصل لتفاصيل الحادث بكل دوامه. وان شاء الله حتكون محاكمه تكون هي عبره لاي زول في لحظه من اللحظات تسول لنا السؤال يفكر في انه ممكن في لحظه من اللحظات يعمل حاجه زي دي والمثل تمشي سايق. انا باكد لكم تاكيد راتب ان احنا في الجهاز العدلي معاكم تماما، نحس بمشاعركم ونتعلم زيكم لهذا الحادث، لان انا ذاك رياضي زيكم بمشي الانديه وبعرف كيف الزول لما يجي يتسامر يكون في الاستاد. اكد لكم مره اخرى اقول لكم تعالي اخوانكم في الخرطوم سواء كان في المجلس السيادي ولا في مجلس الوزراء ولا حتى على مستوى السلطه القضائيه، نقول لكم التعالي ونقول لكم تابعوا معنا هذه المحاكمة، حنستعجلها وحتكون محاكمة نموذج، وفي نفس اللحظة حتكون عبرة لأي زول في لحظة من اللحظات يفكر يعني يبدع الآمنين في حياته وفي مسيرته العادية. شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله أن ربنا يعني يتقبل كل الشهداء ليه ويرحمهم إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.